بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلة بمنك وفضلك، وارزقني العوف والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا آمينين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلة بمنك وفضلك، وارزقني العوف والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا آمينين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلة بمنك وفضلك، وارزقني العوف والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا آمينين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلة بمنك وفضلك، وارزقني العوف والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا آمينين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلة بمنك وفضلك، وارزقني العوف والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا آمينين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلة بمنك وفضلك، وارزقني العوف والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا آمينين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلة بمنك وفضلك، وارزقني العوف والعافية في الدنيا والآخرة،
وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا آمينين.